بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة إلى المرضى المصابون بسحر أو مس أو عين أو حسد، ويعالجون عن طريق البعد. يا جماعة، قلنا لكم كم من مرة الرقية عن طريق اللايف وعن طريق البعد وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أفتى فيها العلماء وقالوا هي عبارة عن عبث ولعب وتزيد ومسخرة ومهزلة. لماذا؟ لأن هذه الرقية لا نتيجة فيها. اسمعوني جيدا لكي تعرفوا بأنه لا نتيجة فيها. الإنسان الذي يصاب بسحر أو مس، هذا السحر له تأثيران، تأثير روحي وتأثير عضوي. التأثير الروحي يأتي بالوسوسة، يأتي بالمنامات المزعجة، يأتي بأصوات، يأتي بتخيلات، يأتي بوساوس. والتأثير العضوي يصاب الإنسان بفقر الدم، ممكن تساقط الشعر، نحافة، اصفرار، عدم الأكل، أوجاع متنقلة، أمراض معينة. فإزالة السحر بماذا تزال؟ تزال وفق مراحل ووفق برامج يمشي عليها المريض. فمرحلة لدفع الشيطان المتسلط بسبب السحر، وهو القرآن والأذكار والأدعية والصلوات الخمس والنوافل وصلاة الضحى والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا لكي يطرد الشيطان. أما استعمال التمر العجوة وماء زمزم والعسل والحبة السوداء والقسط الهندي والحجامة وزيت الزيتون والسنمكي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تزيد الآثار العضوية. فإذا القرآن يمشي مع هذه الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث قال ابن مسعود كما جاء في سنن ابن ماجة: تداووا بالشفاءين القرآن والعسل، تداووا بالشفاءين القرآن والعسل. فالقرآن يطرد الشيطان والعسل يزيل مادة المرض، مادة المرض الموجودة بجسد المسحور أو الممسوس. وأيضا تكلمنا لكم وقلنا لكم هناك استفراغات خمسة، وهذه الاستفراغات الخمسة هي التي جاءت بها السنة المطهرة، تستعمل لإزالة مادة السحر الموجودة في الجسد. إذا كان السحر عن طريق شم، عن طريق بخور، عن طريق رائحة، مادته مستقرة في الدماغ، هذه تحتاج إلى عطاس ونستعمل لها الصعود بالقسط الهندي لاستخراجها. إذا كان مأكول في المعدة، هذا يحتاج إلى استفراغ عن طريق التقيؤ. إذا كان موجود في الأمعاء الدقيقة أو الـ12 أو الأمعاء الغليظة، هذا يحتاج إلى استخراج أيضا واستفراغ عن طريق الإسهال، ونستعمل له السنمكي. إذا كان موجود في الدم، يحتاج إلى استفراغ عن طريق الحجامة أو الفصد. إذا كان موجود في العرق، يحتاج إلى رقية وهب ابن منبه. إذا لم تفعلوا هذه الخطوات لا تشفوا يا جماعة. رقاة الخرافة والدجل عن طريق الرقية البعد، الرقية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هذه مباشرة للشيطان الجني، وليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. من المفروض الراقي يقرأ على المريض لكي ينفث عليه ويصل هواءه الممازج للقرآن الكريم إلى جسد المسعور، ويمسح عليه بيده إذا كان رجل. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله. هؤلاء الرقاة لا صلة لهم برقية النبي صلى الله عليه وسلم ولا برقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس هكذا تكون الرقية، ليس هكذا يكون العلاج. زد على ذلك لا يقرؤون القرآن الكريم، تفجير العقد، تفجير العقد، تفجير العقد، ويفعلون الحوار مع الشيطان ويستعينون به عن طريق الأسئلة والأجوبة: من أين جئت، لماذا ذهبت، من فعل السحر، وأين السحر، وأزل السحر، وخرج، وكذا وكذا. فهذا كله كلام فارغ مضيع للوقت. هؤلاء
يعملون لصالح الشياطين. اتقوا الله، قد أفتى العلماء، لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين وإلى خدام الجن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان، وقد حكم عليهم العلماء بأنهم كهان. ارجعوا إلى فتاوى العلماء بارك الله فيكم، ليس هذه طريقة العلاج. هذا من جهة. من جهة أخرى، أغلب الرقاة الذين يرقوا الآن وبالخصوص عن طريق اللايف وعن طريق المباشر وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كانوا مرضى، كانوا مصابون بسحر ومس، بين عشية وضحاها أصبحوا يعالجون. هؤلاء ما زالوا مرضى، هؤلاء في حد ذاتهم والله العظيم يحتاجون إلى علاج، يحتاجون إلى رقية شرعية لكي يزال منهم السحر. ما زالوا مرضى يا جماعة، ما زالوا مرضى، وما زال الشيطان متسلط عليهم سواء بالصرع أو بالوسوسة. حتى ولو لم يظهر حاله معهم فهم ما زالوا مرضى، لم يشفوا. لماذا؟ لأن طريقتهم في العلاج غير صحيحة. ما أزالوا السحر وما طردوا الشيطان. ولكن قد يقول قائل أنا لما أسمع الرقية عن بعد من طرف الراقي الفلاني وهو أصلا مريض، هذا الراقي تأتي بنتيجة، ارتاح وتذهب عني الأعراض ويبتعد عني الشيطان. يا مسكين، الشيطان يبتعد عنك مؤقتا فقط، ينسحب فقط لكي يجعلك تعتقد بأنك شفيت. وبعدما تقع لك شيء أو يقع لك أمر، نقطة ضعف سواء كانت حزن أو سواء كان فرح شديد، يرجع بقوة. يا مرضى، ليس هذه الطريقة الصحيحة الشرعية لإزالة السحر. السحر يزال بالاستفراغات الخمسة، السحر يزال بالقضاء على مادة السحر الموجودة بجسدك، السحر يزال بإزالة السحر. وهذه القراءة عن طريق وسائل التواصل لا تزيل سحرا ولا تطرد شيطانا ولا تعالج عينا. فاتقوا الله يا رقاة الخرافة والدجل، اتقوا الله، إنكم ستسألون وتحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المرضى المساكين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.